بيترأس طبعا بعثة منتخبنا الوطني المصري للشابات مواليد 2002 في البطولة، كابتن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد واللي معانا على التليفون. مساء الفل يا كابتن عبده. مساء الخير يا استاذ دنيا، منور الدنيا. يا رب يخليك ده نورك. الله يخليك، ألف مليون مبروك طبعا على الفوز، وإن شاء الله عقبال مباراة أنجولا. أنا عارفة إنها مباراة صعبة جدا جدا، أنجولا من أتقل الفرق في أفريقيا، ما كانتش الأتقل على الإطلاق يعني، ولكن إن شاء الله بناتنا يقدروا يفوزوا أو يعملوا حاجة خلال المباراة بإذن الله. ببارك لحضرتك على الفوز النهاردة على بوركينا فاسو طبعا، والتأهل رسميا لكأس العالم. عايزة حضرتك تطمنا على البعثة والأجواء عندكم في غينيا والحالة المعنوية طبعا للاعبات بعد التأهل لكأس العالم. الحمد لله يعني احنا جينا البطولة وعندنا هدفين، الهدف الأول اللي هو الوصول لكأس العالم، والهدف الثاني والأهم هو الفوز بالبطولة. عايز برضه أقول لحضرتك حاجة، إن معلش مع احترامنا لتاريخ كرة اليد المصرية للشابات، مصر لم تفوز بأي بطولة أفريقية للشابات، ده حقيقي. اللقب ده لم نحصل عليه ولا مرة. لكن احنا إن شاء الله المرة دي البنات صراحة اللاعبات على أعلى مستوى، الجهاز الفني كابتن رامي عبد اللطيف مجهز الفرقة. احنا كعدل مصر كرة اليد يمكن بقالنا بقالي سنتين متولي الإشراف على فرق السيدات، احنا الحمد لله عملنا معسكرات في اهتمام كبير جدا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. لأول مرة البنات بتطلع تعمل معسكرات، يعني سواء 2002 أو 2004 لسه جاي من أوروبا عاملين معسكرين كبار. يعني احنا كاتحاد ما بنغفلش عليهم بأي حاجة، وأنا كأحد أفراد منظومة اتحاد مصر لكرة اليد متابع على طول مع المدربين ومع الفرق. زي ما قلت لحضرتك ان الاجواء كويسه جدا، لكن في مشكله كبيره عندنا هنا ان درجه الحراره 35 درجه والصاله غير مكيفه. طبعا ده بالنسبه لنا احنا وتونس بيأثر شويه، بعكس هم الافارقه متعودين على الجو ده، لكن احنا مش بنبدل صحيح او مبررات، لا احنا بناتنا مصممين. طبعا الفريق الانجولي فريق قوي جدا، هو حامل اللقب البطوله اللي فاتت، هو في منه ثلاث لاعبات مثلوا انجولا مع المنتخب الاول في كاس العالم اللي فاتت في اسبانيا، فريق جامد. لكن احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نكسبهم ونفوز عليهم، واحنا جايين عشان يعني نرجع باللقب الافريقي يا رب ان شاء الله. وده مش بعيد عننا، مش بعيد طبعا عن البنات بتاعتنا. يا رب ان شاء الله. انا شايف في تصميم وعزيمه من البنات والجهاز الفني انهم ان شاء الله يعملوا حاجة كويسة ويرجعوا بالبطولة لمصر إن شاء الله. طيب المباراة قدام أنجولا شايفها إزاي؟ أو البنات شايفينها إزاي؟ يعني بالأرقام بالورقة والقلم المباراة صعبة، خلينا نتكلم بلغة الرياضة أو واقعية شوية، نبقى واقعيين وإحنا بنتكلم. بالورقة والقلم أنجولا تكسب، لكن البنات معنوياتهم عاملة إزاي؟ بيتكلموا مع بعض إزاي؟ بتتكلموا معاهم إزاي حضرتك والجهاز الفني؟ فإنه لأ يعني في الآخر أنتوا سبعة قدام سبعة في الملعب، ووارد إن تحصل مفاجأة يعني. لا ما إن شاء الله أكيد البنات مصممين إنه الفوز على الفرقة دي. اللي بقى حضرتك برضو إحنا الفرقة دي بتاعت أنجولا دي في مرحلة الناشئات، المنتخب بتاعنا كسبهم مرحلة الناشئات، لكن هم بيطلعوا في مرحلة الشابات هم طبعا عندهم احتكاك اكتر، عقارهم كلهم محترفين في البرتغال وفرنسا، فالمستوى بتاعهم بيزيد اكتر. لكن انا بقول لحضرتك احنا في الملعب مفيش فروق خالص طبعا، عندنا ثقه في البنات. فريق الانجولي فرقه جامده جدا، وعندهم باك ليفت مش موجوده ممكن تلعب في اي فرقه في العالم كلام من ده، لكن في الملعب انا شايف تصميم البنات صحيح، الجهاز الفني مصممين ان شاء الله ان احنا نكسب المباراه دي ونرجع باللقب. هي دي حتى المباراه دي مش هي نهايه المطاف، لان اول وثاني المجموعه بتاعتنا هيبقى احنا وانجولا، والمجموعه الثانيه في تونس وغينيا. هنعمل بعد كده مصر اول المجموعه دي هيلعب ثاني المجموعه بالزبط. دي، واول المجموعه دي هيلعب ثاني المجموعه دي بالظبط، يعني حتى لو ربنا ما قدرش حاجه احنا في فرصه ثانيه ان شاء الله انك تعوض وتلعب النهائي باذن الله وتكسب ان شاء الله. واحنا املنا كبير كده، واحنا واعدين البنات بكل حاجه كويسه. انا بقول لحضرتك صحيح، مش مجامله في الاتحاد المصري لكره اليد، احنا قدمنا لكره اليد النسائيه في المرحله الاخيره اللي ما تقدمش من سنين كبيره، يعني الحمد لله عندنا دلوقتي منتخبات البنات بتتعامل زي منتخبات الاولاد بالظبط، ودي كانت ما كانتش موجوده من زمان.
نفس الامكانيات اللي بتوجهها للبنين احنا موجهينها للبنات. صحيح. ان شاء الله انتظروا طفره كويسه في كره اليد النسائيه في مصر في في السنين الجايه. احنا كمان عندنا المنتخب 2004 جاي ده ان شاء الله ما حدش يعرف قدامه. انت عندنا منتخب 2004 على اعلى مستوى، وانا بقول لك دلوقتي اهو 2004 بطوله افريقيا باذن الله بتاعتهم، لان يا رب. احنا عملنا على فرقه عملنا على اسس علميه واحتكاك وجهاز فني وراحوا عالي. معسكرات خارجيه راحوا بطولات وديه خارجيه. بالظبط. طيب احنا لسه جايين من بولندا. صحيح. بقول لحضرتك هو مشكله بس جيل 2002 ان عدد الانديه الممارسه في مصر قليله جدا، يعني انت بتحقري المنتخب من 8 انديه، عكس 2004 و2006 في 60 نادي وفي 70 نادي وكلام من ده. طبعا كل ما بتوسع القاعده كل ما بيبقى عندي فرايتي في في الاختيارات اكتر. مباراه انجولا يوم الثلاثاء هتكون الساعه كام يا كابتن عبده؟ ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت مصر باذن الله. 6 بتوقيت هي مصر. منقوله برضه، وهي منقوله على القناه على القناه الغنيه الناس كلها مع اللي هو تمام. طيب من وجهه نظر حضرتك مين المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله؟ ان شاء الله مصر ومصر وانجولا. مصر وانجولا ان شاء الله النهائي، النهائي باذن الله هيكون مصر وانجولا باذن الله. يا رب يا رب. طب وتونس حامل اللقب؟ لا احنا ان شاء الله تونس طبعا فرقه كويسه جدا بس احنا ان شاء الله بنخلي المشاهدين يا رب يا رب فني في الماتشات شايف ان احنا اعلى من تونس ان شاء الله وهنفوز ان شاء الله. الافضل من وجهه نظر حضرتك يا كابتن نقابل مين في نص النهائي؟ غينيا ولا تونس؟ لا غينيا طبعا، غينيا غينيا اقل من تونس، تونس اعلى من غينيا بس وخصوصا ان كمان الجمهور ما فيش جمهور معين الجمهور من دخول فحته تعامل الجمهور مش هيبقى موجود بيشجع الفريق الغيني. فده اللي كان ممكن لو كان في جمهور كان ممكن يبقى بالنسبه لغينيا عامل بالنسبه لهم عامل مساعد على الفوز، لكن طبعا ما فيش جمهور عشان الكوفيد فالدنيا هنا كل الفرق في تكافؤ فرص يعني. الفريق الغيني مش مستفاد بوجوده على ملعبه لعدم الجمهور. صحيح. طيب كابتن عبده يعني اخر سؤال عايز اساله لحضرتك، فكره ان احنا عندنا منتخبات 2002 و2004 ومنتخبات ثقيله وكويسه جدا، 2002 ما شاء الله تاهل لكاس العالم وده اكيد فارق مع البنات نفسيا طبعا قبل مواجهه انجولا، وفي نفس الوقت حضرتك بتتكلم ان منتخب 2004 منتخب مرشح بشكل كبير هو كمان انه يفوز بالبطوله الافريقيه، لما يكون عندك منتخبات زي دي طبيعي يبقى في اسرع وقت يكون عندنا منتخب سيدات ولا ايه؟ اكيد احنا ماشيين بخطه، ولكن كان لو قلت لحضرتك سنهير قبل كده احنا ماشيين بخطه كويسه جدا، احنا مش عايزين تسرع، احنا بنقول منتخب 2002 ان شاء الله عندهم كاس عالم ان شاء الله شهر يوليو في سلوفينيا. المنتخب ده هو هيبقى نواه المنتخب الاول ومعاه بنات مواليد 2000 و98 و96 ولو في البنتين المختلفات بس ده في خطتنا يا كابتن عبده في اسرع وقت يعني مش لسه هنستنى سنه اتنين الكلام ده. لا 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 لان احنا اتاخرنا كتير قوي ان يبقى عندنا منتخب سيدات يعني. لا هيكون والله هيكون ان شاء الله يا ريت والله في اقرب وقت يا كابتن. عايزين نعمل حاجه صح، عايزين نشتغل حاجه صح، مش عايزين نستعجل ونعمل حاجه ما يبقاش ان شاء الله صح. احنا ماشيين بخطه كويسه طبعا، وانا شايف البنات 2002 دول ان شاء الله هم هيكونوا نواه ان شاء الله الاول احنا كان ده، وهم خلاص شهر 7 هيخلصهم وهيبقوا فاضيين خلاص اخر حاجه لهم، نبدا بقى نعمل المنتخب الاول ان شاء الله ونجيب البنات المحترفات ونجيب اللاعبين اهو. يعني انا باخد منك كلام حصر اهو، يعني ان شاء الله من شهر 7 يكون في منتخب سيدات. انا هاخد الكلام اهو تدبيس على الهوا يعني. ان شاء الله يا كابتن عبده نورتني وشرفتني، وان شاء الله ترجعوا بالبطوله وتفرحونا، وانتوا تستاهلوا كل خير، بنات ما شاء الله رجاله وعلى قد المسؤوليه، وانا كل ثقه فيهم ان شاء الله انهم هيفرحوا قلبنا بالبطوله الافريقيه سواء هم او 2004 باذن الله. بشكر حضرتك يا كابتن عبد، ربنا معاكم ربنا معاكم، كلنا في ظهركم بالتاكيد. شكرا يا كابتن.